السلام عليكم، جاي لكم النهارده للاسف بخبر حزين جدا 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 يعني بالنسبه لي، وهو للاسف انتهاء مسلسل الملحمه عند موسمه الاول، ومش هيبقى فيه مواسم اخرى من مسلسل الملحمه. طبعا الخبر ده الصحفيه بيرسلين المشهوره طبعا فيها هي اللي نزلت الخبر ده، وقالت ان هو نوعا ما هي نفسها في نص الخبر كده قالت ان هو يعني ايه حتى الان يعني لسه الموضوع بيتطبخ كده ايه في مع شركه الانتاج، ولسه لكن حتى الان ان هو انتهى خلاص، يعني الكلام لسه مش اكيد. طبعا انا خدت وقتي، الكلام ده على النت بقاله مثلا 3 4 ايام يمكن اسبوع والكلام متداول. انا خدت وقتي بقى في البحث اكتر من بعد الحلقه ال20، من بعد انفصال الكتاب بتوع، طبعا احنا عارفين مسلسل الملحمه كان ليه كتاب وانفصلوا، وبقى هم مع مسلسل تاني اللي هيتذاع السنه الجايه ان شاء الله طائر النار من نفس الشركه المنتجه محمد بوزداك برضه. فيعني ايه، خلينا سيبنا من ده وقلنا خلاص، يعني شفت بقى الموضوع وليه هم انفصلوا والاجواء حتى فرح ابره شهيد، كل ده بيدل على الاسباب اللي حصلت عشان خاطر ان هم ينهوا المسلسل او يضطروا ان هم ينهوا المسلسل ده بعد النجاحات الكبيره اللي قدمها على الاقل في اول 20 حلقه. طبعا هو المسلسل قصته كانت هي المفروض عن الذئب ذو الرأسين، ان هو بتوغه، وان طبعا يعني ابره شهيد كانت هي مخلب الذئب ذو الرأسين، واول 20 حلقه كانت نوعا ما الموضوع متوازن لحد ما بتوغه خلاص عارف وظهرت حقيقته ان هو بيتكلم والجو ده، وخلاص واعلنوا ان هو الذئب ذو الرأسين. شفنا بعدها ان هم بيحاولوا، وده بان كتير، بان يعني بان حاجه كانت باينه وضوح الشمس كده، ان هم بيحاولوا يحشروا شخصيه ابنه شاهين، شخصيه اقز في الاحداث، بيحاولوا يبرزوها وبشكل كبير، وخصوصا بعد شخصيه باتوغا لما اتبرزت وبشكل كبير. قالوا ان الكتاب كانوا عايزين ينهوا شخصيه باتوغا والكتاب الجداد، لا ده كله مش كلام حقيقي، موضوع بما فيه. وهو بالفعل خلافات من ابنه شاهين، شخصيا هي متضايقه ان يعني اديب تبلي بشخصيه باتوغا خد الاضواء منها، خد الشو منها بشكل كبير، بالفعل هو بقى هو رقم واحد في المسلسل، فبدات الناس تتضايق، انا المفروض انا البطله، انتوا بعتوا المسلسل باسمي، انتوا عاملين اول بطله لمسلسل تاريخي وبعتوا المسلسل، خلاص اتنجم باتوغا هتشيلوني، لا فهي عازت انها تبقى هي الاساس من الاسس، وده ضايق الكتاب، لان الكتاب ماشيين على حاجه معينه، ماشيين ان ده هو الذئب ذو الرأسين وهي المخلب بتاعه، لا لحد الكتاب الجداد طبعا لما طلعوهم ان الذئب ذو الرأسين هم الشخصين، ازاي يعني وهي المفروض هي المخلب بتاعه؟ ده في القصه بتاعته. فده يعني خلق اجواء عصبيه في موقع التصوير ما بين ابرو وما بين اديب تبلي، وصلت ان بالفعل الممثل الوحيد اللي ما راحش فرح ابرو شاهين هو كان هو اديب تبلي. تخيل معايا ان هو المفروض ان هو البطل معاها، كل الممثلين راحوا، كانت اجواء رائعه جدا وبيتكلموا مع بعض وبيرقصوا والصور والفيديوهات انتشرت وكله تمام، الا اديب تبلي، ده واضح جدا عشان خاطر المشاهد. فيعني الكواليس بتاعت المسلسل بتقول بالفعل ان المسلسل هينتهي، وده هتبقى حاجه صعبه جدا بالنسبه لي، لان المسلسل كان زي ما قلنا من اول 20 حلقه كان هو رقم واحد في الموسم بالنسبه لي، بعدها لما حصل التغيير والتغيرات بدا يقلب، فللاسف يعني ليه كل حاجه حلوه عمرها قصير. بس ادينا في انتظار اخبار جديده تنزل عن الموضوع، واتمنى يحلوا الخلافات دي وان المسلسل يتعمل. ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهارده، اتمنى كل الحلقه عجبتكم، يا ترى بقى رايكم ايه في الكومنتات يعني عن الموضوع ده، وتتمنوا ان المسلسل يكمل ولا يقف ولا لا. ما تنساش تعمل لايك بقى وشير الحلقه، تابعونا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، نشوفكم في حلقه جديده باذن الله.